شاهد كيف تتدفق مياه الأمطار الغزيرة. سبحان الله، ما أعظم شأنه. لاحظ تدفق هذه السيول بشكل كبير جدا، حتى إن هذه الفيضانات من شدة دفع الماء تقتلع الأشجار من الأرض وتجرفها مع تيارات السيول القوية، كما نشاهدها الآن في هذه المناطق. كما حدثت هذه الفيضانات والسيول الغزيرة الناتجة عن تجمعات مياه الأمطار من الجبال والوديان ومعظم المناطق القريبة من هذه القرى، مما تسببت في حدوث الفيضانات الغزيرة وتجرف التربة والأشجار، وخاصة أشجار السدر وأشجار النخيل وغيرها من الأشجار. وهنا إذا استمرت هطول هذه الأمطار على اليمن إلى أيام كثيرة، فإنها سوف تتسبب بكوارث وخسائر كبيرة للمساكن والمزارع والأرواح. لا تنسي الاشتراك في القناة ودعمكم للمقطع بلايك لكي نستمر بنشر الأفضل.